يا اهلا بكل مشاهدينا الكرام وكل متابعينا الان على هذه الشاشه الخضراء شاشه مصر الزراعيه وخصوصا متابعي برنامج الحصاد. مشاهدينا امبارح واول امبارح كمان تحديدا اتكلمنا عن مشاكل كتيرة قوي في الزراعة المصرية، اتكلمنا عن القطن والتصريحات الأخيرة لوزير الزراعة، وكان في ناس من الفلاحين موافقين جدا ومشجعين وكان في ناس معترضين. الحقيقة مشاهدينا الكرام الزراعة بكل يعني كل روافدها وبكل المتعاملين معاها هناك مشاكل كتيرة قوي بتواجههم. عارفين السبب ايه؟ السبب دايما هو ان كل ما يجي حد يمسك هذا الملف يدي مجموعة من المسكنات، لكن الحلول الجذرية ما بتحصلش. دائما بتبقى الأمور أنا بخاف أحل الأمور بطريقة جذرية لأن هيكون فيها طبعا نوع من أنواع الإزعاج، مش دايما الدواء بيبقى حلو أو الدواء عادة بيبقى مر، فلازم بيبقى فيها كده نوع من أنواع المواجهة للمشكلة وأيضا التصادم معها. فبالتالي كان كل حد بيمسك هذا الملف بيدي شوية مسكنات كده علشان الناس تبقى فرحانة، لكن الأزمة في الآخر بتفضل موجودة ومستفحلة وما بتتحلش. لكن الحكومة الحالية أو يعني هذا القدر اللي بتواجهه هذه الحكومة هو إنها قررت إنها تواجه هذه المشاكل، تحل المشاكل، تتكلم بصراحة، يعني تفتح الملفات بكل جرأة. وده في ناس قدروه وفي ناس مش عارفين يفهموا. علشان كده احنا مشاهدينا الكرام هنتكلم في هذا اللقاء بمنتهى الصراحة مع شخصية هتتكلم معنا أيضا كمان بمنتهى الصراحة عن هموم الفلاح وعن ما يواجهه الفلاح وعن إزاي نحل الأزمة وإزاي نستأصل المرض، علشان بقى بعد كده نقدر إن احنا ندخل في هذا المجال ونحقق تنمية زراعية حقيقية ونلتحم مع الاقتصاد المصري بصورة تليق بالعمل الأساسي للمواطن المصري وهي مهنة الزراعة. ضيفنا الكريم الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية وأيضا رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير. برحب بحضرتك يا دكتور. أنا اللي برحب بيك وبمشاهدينك الكرام، واسمحي لي في قبل ما أتكلم أن أنا أهني الشعب المصري وأهني أخواننا الأقباط بعيد الميلاد المجيد ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبصحة وسلامة وكل المصريين كلهم يا رب يكونوا بخير وبسلامة ويعيشوا في عز مصر إن شاء الله. عز مصر يا دكتور هو يعني الزراعة المصرية بالتأكيد، مش كده يا فندم؟ الزراعة هي قطرة التنمية. صحيح. طيب وبدون الزراعة لا صناعة ولا تجارة. طبعا وهم شوف بقى لا صناعة ولا تجارة. فالزراعة هي قطرة التنمية. ده جزء مهم قوي وخطير من الاقتصاد المصري عندنا وبقالنا كتير بنهبنه ومش حاسين بقيمته. قررتم فتح الملفات بمنتهى القوة وبمنتهى الجرأة، ويمكن من أهم الحاجات اللي عاملة لغط دكتور علي موضوع القطن وملف القطن وإلغاء الدعم عن القطن. هنتكلم في هذا الموضوع بداية، يمكن احنا اخترنا المواضيع اللي هي بتثير يعني حفيظة الفلاحين وناس اتكلموا فيها كتير قوي، وزي حضرتك بقى ما بتابعنا وعارف. بالتأكيد. اتفضل يا دكتور. يعني انا لما نيجي نفتح الحوار وزي ما انت قدمت المقدمة، احنا الحكومة هي حكومة مقاتلين على رأسها رئيس وزراء مقاتل ميداني بيتعامل مع الامور بشكل واضح ومعاه فريق عمل ومنهم السيد وزير الزراعة. السيد وزير الزراعة وهو قبل ما يبقى وزير زراعة هو وضع استراتيجية التنمية الزراعية 2030. اتحطت آليات واتحطت برامج واتحطت مشاريع تنفيذية لهذه البرامج وخطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية. الاستراتيجية لازم عرفت ووصفت مشاكل الزراعة المصرية في جميع المجالات بتاعتها أو جميع محاورها، ومن هنا كان لازم ان نبتدي نحل المشاكل ونبقى واضحين الهدف في الاول والاخر هو ايه. هو المزارع المصري، الفلاح المصري اللي موجود في الريف ازاي اهتم بيه، ازاي اساعده، ازاي ارفع دخله، وفي نفس الوقت ازاي ان انا احقق له عائدات اضافيه من خلال عمله في الريف، وما تبقاش مهنه الزراعه مهنه طارده، تبقى مهنه جذبه. من هنا كان الاهتمام، وبالتالي اتحطت كل برامج الاستراتيجية تحل كل المشاكل المرتبطة بالفلاح وتزود دخله. فطبعا لما النهاردة بنتعامل بشكل واضح وبشفافية بدون زي ما سيادتك قلت كده ان يبقى فيه مسكنات للناس ونضيع وقت، لا انت بتتكلمي في دولة، بتتكلمي في مصر، ازاي تبني مصر وازاي تنتقل بمصر من مصر اللي فيها لخبطة الى مصر الجديدة اللي ليها رؤية واضحة تساعد كل واحد عارف هو عايز ايه وهيبقى بعد 5 سنين فين وبعد 10 سنين فين. فهو ده المفهوم العام، ان كان في تخطيط استراتيجي، في استراتيجيات توضح كل الكلام ده.
احنا كان عندنا نرجع بقى احد اهم اللغط اللي اثير واللي اتفسر بشكل مش واضح وبشكل خاطئ، وطبعا انت عارفه الظروف اللي احنا بنمر بيها، موضوع القطن المصري. موضوع القطن المصري كان التصريحات اللي قالها معالي الوزير هو في الاول والاخر يهدف لحمايه الفلاح المصري. الهدف في حمايه الفلاح تيجي منين؟ ان انا اوفر له ان هو يزرع زرعه يلاقي لها تسويق، يلاقي لها انتاج. وهناك مشروع كبير بتقوم به الدوله وبتنفذه اللي هي ربط المزارع بالاسواق. ان يبقى في ارتباط بين اللي انا بنتجه وبين اللي انا بسوقه، والاقي مين ياخده ويسوقه له. ده اساس، ده جزء من مفهوم الاستراتيجيه واحد البرامج الكبيره في الاستراتيجيه. فلما جينا السنه اللي فاتت عشان بنشتغل بشكل، وكانت انا يعني انا مش عايز يعني ارجع للعيوب، عيوب الماضي وزي ما انت قلت المسكنات او تضييع الوقت، لا احنا كان عندنا رؤيه واضحه وكانت سياسه الحكومه واضحه ان احنا نبقى عارفين العيب عشان نقدر نعالجه. لما يبقى عندنا عيوب واضحه او عندنا مشكله واضحه، هي التشخيص الجيد هو اساس العلاج الجيد. لكن ما فيش تشخيص يبقى ما فيش علاج. فمشكلتنا ان السنه اللي فاتت واحنا الحكومه لما بدات، الحكومه كله عمرها 6 شهور او 7، يعني في حدود 7 شهور، وجدنا ان احنا دخلنا في شهر 10 والقطن لم يجد له تسويق، القطن المصري. واعتقد السكريب يعني كل البرامج وكل التلفزيون وكل القنوات وكل هذا الكلام قعدت تشوف مشكله القطن وعدم تسويق القطن، والفلاحين القطن في البيت والقطن ما بتباعش والناس تبكي والناس، يعني موضوعات كتير جدا اثيرت في هذا العام. جه معالي الوزير واجتمع بكل شركاء التنمية وشركاء القطن. مين المسؤول؟ الصناعة والتجارة، عندنا لجنة تسويق القطن الداخلية، عندنا مراكز التحكيم، عندنا مراكز البحوث الزراعية، عندنا المستفيدين اللي هم الجمعيات التعاونية، في عندنا اتحاد الجمعية العامة لمنتج القطن، عندنا الإصلاح الزراعي، الاتحاد التعاوني، كل دول قعدنا مع بعض وحصل اتفاق. ووصلنا للي بعد الدراسات بتاعتهم ان يبقى السعر الاسترشادي حتى 1000 جنيه ل 1100 جنيه السعر الاسترشادي. نعم. واحنا قاعدين في الحوار اتكلمنا، فقالت طبعا جت الشركه القابضه، احنا عندنا مين المستهلك للقطن؟ في السوق المحلي المغازل، شركات الصناعة اللي هي عايزة القطن عشان تعمله غزل وتبتدي تعمله منسوجات، عندنا الجزء الثاني اللي هو الجزء المرتبط بالتصدير اللي هم اتحاد مصدر الأقطان، عايزين قطن مرتبطين بسوق عالمي يقدروا يصدروا. فجاه معالي الوزير قعد مع كل دول، فاتفقنا على هذا الاتفاق، وكله ما حدش عايز يدي قرار ولا حد سائل. هي كان في نوع من التربيط على الفلاح المصري. يعني ايه؟ انا اضغط على الفلاح اللي هم بقى مصدرين والمستخدمين للقطن، يضغطوا على الفلاح اكبر ضغط ممكن عشان يحصلوا على اكبر ميزه، وهو في الاخر يبقى في الاخر هذا الرجل اللي هو الجزء الضعيف مش قادر يعمل هذا الكلام. واتفقنا على الاسعار. طيب الشركه القابضه قالت انا عايزه 3 مليار جنيه عشان اخد تمويل ب 3 مليار جنيه عشان اقدر اشتري القطن. طب الحكومه هتطلع 3 مليار جنيه عشان تشتري القطن؟ رد مباشره الاتحاد مصدر الاقطار قال طب ما بلاش انتم، ما نخش احنا ناخده. يبقى احنا اتفقنا على سعر ثابت اللي هو ال 1100 جنيه، ياخدهم مين؟ اتحاد مصدر الاقطار، يلم القطن ويدي للصناعه يدي. ولم يتحرك اي ساكن لاي حد من هذه المجموعات. وبدات تزداد المشكله بتاعت التسويق الخاصه بالقطن. كان عندنا من السنه اللي فاتت فضله، يعني من حاصل من الاحتياجات، فرق احتياجات عن اللي موجود في الانتاج 1 مليون انطار. الحكومه طب ال 1 مليون انطار هنصرفهم ازاي؟ برضك تدخلت الحكومه، تدخلت وزاره الزراعه، وزاره الصناعه والتجاره، وادت لكل انطار 350 جنيه لدعم الشركه القابضه تاخد القطن، وعلى كل انطار تاخد 350 جنيه فرق سعر دعم. فده كل ده حال الاقتصاد المصري. يتحمل كل هذا الدعم. لما تتكلمي النهارده ما بتتكلمي، فده كان الجزء اللي موجود ده من السنه اللي فاتت. طب تعالى بقى نتكلم في انتاج السنه دي، ان احنا زرعنا 375 الف فدان وعندنا انتاج 2.6 مليون انطار زهر، يروحوا فين؟ طيب
والناس مش عايزه تاخد لان لسه في مليون موجود في بعض الشركات موجوده وبتاخده من الشركات واخده دعم عليهم. فبدات العمليه تضغط على الفلاح اكتر. تدخلت الحكومه وتدخل السيد الوزير والسيد الرئيس هو ادى التوجيهات لدعم الفلاح اللي في الاخر يبقى هو الحلقه الضعيفه في الموضوع. الصناعه مش حلقه ضعيفه، صحيح. الصناعه الدعم يوصل له مباشره بقى. فالدعم كان مباشر. فهو ده لاول مره يتدخل السيد الرئيس ان يتصرف للفلاح هذا الدعم او هذه الاعانه لفرق الانتاج ده. فكانت 1400 جنيه للفدان، وانا عندي فترصد 525 مليون جنيه لهذا الموضوع. وبدات الحكومه تنفذ هذا الموضوع، وبدات وزاره الزراعه في خلال 10 ايام كان بيتصرف الدعم او هذه المنحه للفلاحين المزارعين للقطن. طب هل هنستمر في هذا المنوال؟ هل هنستمر بهذه الآلية؟ وانا في دعم تاني، انا الوزارة بتقوم بدعمها الطبيعي اللي هو كل سنة، وده لن تتخلى عنه الوزارة، ده دورها. دور الوزارة هي ان توفر له تقاوي كويسة، توفر له خطة يعني خطة انتاج مظبوطة، تساعده في ارشاد كويس. كل ده ما دي خدمات بتقدمها الدولة بشكل مباشر، وده الدعم المباشر اللي موجود. ولن تتخلى الدولة ولا وزارة الزراعة عن دورها الاساسي لخدمة الفلاح، لان كل من يعمل في الدولة هو ووزارة الزراعة لخدمة الفلاح المصري. لكن ال 1400 جنيه اللي اتصرفت ب 525 مليون جنيه وحوالي 40 مليون جنيه دعم للمبيدات من 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 من, من صندوق الموازنه الزراعيه لدعم الفلاحين، ووفرته وزاره الماليه لهذا الموضوع. يعني انت بتتكلمي في حوالي 600 مليون جنيه بخلاف الدعم السابق اللي رصد ل 350 مليون جنيه. يعني انت بتتكلمي في اكتر من مليار جنيه بتدفعيهم بشكل مباشر لمحصول واحد. ده للقطن بس، للقطن بس، بنتكلم قطن بس. لا بس مليون، اكتر من مليار جنيه في سنة واحدة، في موازنة واحدة. يبقى هنا، وهنا في استفادة لمجموعات معينة في الوسط اللي هي بالتاجر، اللي هي حلقة التجارة المرتبطة بان هي بتاخد وبتبيع وتوزع وتسوق، دي مستفيدة أكتر، لكن المظلوم هو الفلاح. فجه السيد معالي الوزير لما جاء في المؤتمر الصحفي قال أنا محتاج إن أنا الدعم يوجه للفلاح، الأمور تبقى واضحة قدام الفلاح، ما أزرعش حاجة يزرعها إلا لما أكون أنا ضامن تسويقها. نعم، لازم اضمن تسويق هذا الشيء، وانا ده الاساس ان انا انتج شيء والاقي مستهلكه موجود، سواء كان في السوق المحلي. انت يا صناعه عايزه قد ايه؟ محتاجه قد ايه؟ يبقى انت محتاجه كميه من القطن قد ايه؟ يبقى دي محتاج مساحه معينه. طب التصدير عايز القطن طويل التيله او فائق الطول، مع ان المساحه العالميه اللي بره في السوق العالمي انكمشت، لان النهارده التكنولوجيا تطور طبعا. العالم كله اتطور، ما عادش هيشتغل بماكينات قديمه. فبيعمل خلطات، بياخد القطن طويل التيله او فائق الطول مع اصناف متوسطه وقصيره ويخلطها ويعمل بها غزول على مستوى عالي جدا. فبالتالي ما عادش الامور، احنا من 40 سنه ما كانش في مترو بالشكل اللي احنا بنركبه، ما كانش في صواريخ فضاء ولا السوق بيتطور يا دكتور علي، ولكن عندنا احنا واقفين. هي دي النقطه بقى اللي احنا لازم نوصل لها، يعني السوق بيجري واحنا واقفين. العالم كله كان بيجري، وعشان كده هو القياده الحكيمه اللي موجوده النهارده بتدير دوله وبتحاول بتحل بشكل قوي ان الامور كلها لازم تتحل، وبشكل حل عشان البلد دي تطلع، البلد دي تتحرك. البلد النهارده مديونه ب 2 تريليون جنيه. انت بتتكلمي في امور، في ضغوط على الموازنه العامه للدوله وضغوط. هل الدعم ده باستمرار؟ الامور محتاجه تتحرك. طب هتتحرك ازاي الا بالعمل؟ هتتحرك ازاي الا بالانتاج؟ فالانتاج ده يجي منين؟ يجي ان احنا نشتغل عارفين احنا عايزين ايه، صحيح، وايه التركيب المحصول البديل. ولازم النهارده الصناعه تغير الاليات بتاعتها، لازم الزراعه تتطور بنفس القدر اللي تعمل قيمه مضافه للقطن المصري. فبدا في ده من ما انا اصدره قطن خام، اصدره غزول على مستوى عالي طبعا، اصنع بيه انا يعني قماش انا اللي اصدره للعالم كله. لازم التكنولوجي ده يتغير. النهارده انا بستورد للاسف، اللي النهارده انا تابعت التلفزيون ووزاره الصناعه بعض اللي هي شركات الغزل والنسيج والعاملين في الغزل والنسيج، وهم عندهم رؤيه وعندهم افكار. السيد رئيس مجلس الوزراء في المحله من 6 شهور نزل المحله واداله مرتبات ودعم ومصانع، لكن هل هذا الكلام بيواكب انتاج يعادل الكلام ده؟ احنا يبقى محتاجين تطوير فعلي. هذه المصانع لازم يعني لما نتكلم على طلعت باشا حرب، أيوة، لما بنى عشان ينافس، لما بنى هذه المصانع وهذه القلعه عشان ينافس، فالمفروض ان احنا
مش اقل من الجيل الاولاني ان احنا نبني ونطور صناعتنا ان احنا ننافس العالم. ما نبقاش احنا معتمدين نستورد اقطان مستورده بسعر الانطار ب 600 جنيه ارخص من القطن المصري. طيب الاسهل له ان هو ياخده يعمل له غزل طبعا، وعشان المصانع ما اتطورتش ارخص له. طب انا النهارده لو غيرنا في الشكل اللي موجود، لا احنا طب كده يا دكتور علي، احنا قدام يعني مشكله متشعبه جدا. تمام. انا عندي صناعه يعني لا تليق بسوقي، او السوق مش طالب مني الصناعه بتاعتي دي، فانا عايز اطور الاليه بتاعت الصناعه بتاعتي، وعندي كمان المنتج بتاعي هو جيد جدا لكن ايضا كمان لا يلبي السوق العالمي، فاذا انا برضو كمان لازم اخد بالي من المنتج بتاعي. بالتأكيد. وعندي بقى الحلقه بتاعتي ان انا عندي فجوه كبيره قوي ما بين الوصول للدعم للفلاح وان انا ادعمه واشجعه، فاذا عندي كمان اللي هيشتغل ويزرع عنده نفسيا حتى كمان مش قادر مش قادر يدخل في منظومه المنافسه دي. بص حضرتك لو انت اتكلمتي هتتكلمي ان جميع العالم، دول العالم المتقدمه اللي بتنزل القطن ب 600 جنيه هي بتدعمه هناك. هي دي سياسات دوليه. هم بيدعموا مزارعينهم باليات مختلفه. احنا محتاجين ندعم، بس بندعم بشكل يبقى بشكل واضح. يعني احنا لما بنتكلم في دعم محاصيل بعينها، النهارده لما انت بتطلبي تقول القمح وبتحددي سعره، هو ده دعم مباشر. حتى لو السعر قل انت دعمتيه، يبقى انا الدعم هنا دعم للفلاح لان المنتج هو الفلاح. تمام. فالقيمه هتبقى في ايد الفلاح. لكن انا النهارده لما بحط سعر وبدي للفلاح السعر ده واحكمه وناس تانية تاخد فروق الاسعار ويتاجر بيها. أيوة. فالفرق ده في جيوبها هي. يعني انت النهارده محتاجه زي ما بتقولي تعيدي تطوير الصناعه بما تلائم، تعيدي التركيب المحصولي وتحددي الاصناف اللي انت محتاجاها. قد اكون انا محتاج نسبه قليله من القطن فائق الطول احافظ عليها واربيها وانتج هذه المساحه للقطن فائق. ستظل مصر محتفظه وبتطور ولن تتخلى عن دورها في انتاج قطن طويل التيله وفائق الطول واحسن من اي قطن في العالم. لكن انا يبقى تحت ايدي الجيم بانك وكل الكلام ده موجود وبتحرك وانزل مع العالم. يعني انا ما انتجش سلعه واطلع قطن واسيبه في السوق مرمي او يحصل فيه لخبطه. احنا الوزاره لما صدرت قانون في قرار بحظر نقل الاقطان ما بين المحافظات، لان التجاره الحره اللي بدات سنه 94 خلت القطن في جزء من الاقطان بتنتقل. وبيجي مزارع ياخد شويه قطن يمكن يجي في البيت بيحلق ولا في دولاب حليق بتاعه يدخله ويقوم زارع يعمل مشاكل. القطن ده من الحاجات اللي العمل فيه لازم بيكون بحساب وتنقيته بحساب. فاحنا ده دور مركز البحوث الزراعيه مع المحالج الوطنيه والمحالج. فالامور عمليه صناعه القطن كقطن وزراعته دي منظومه كامله. وان وزاره الزراعه لديها معهد كامل متخصص للقطن. عندنا لجنه، عندنا اداره كامله لتجاره القطن في الداخل. عندنا لجان تحكيم، عندنا، فهي منظومه. فالمنظومه دي كلها مستفيده من القطن، ولكنهم مش عايزين يشجعهم. يعني بنقول كله بيضغط على مين؟ كله مستفيد من مين؟ بداية الحلول بقى يا دكتور هتبقى من فين بالظبط؟ هل هتبقى من كرة الدعم هنلقيها في سلة مين بالظبط؟ أنا عايز أقول أنا ولا هتبقى منين؟ هرجع لسيادتك، أنا ما أقول مفيش دعم من الأصل بالطريقة دي، يبقى مفيش دعم. لا، هو في الأصل مفيش دعم. يعني إحنا عايزين نقول عشان بس لأن الناس بتنقل إن في دعم. الدعم أصل الدعم ده كلمة يعني شيء موجود وثابت. يعني إحنا بنتكلم في رغيف عيش بخمسة قروش، ده مدعم. شوف سيادتك، رغيف عيش بخمسة قروش تكلفته الفعلية اتنين مثلا 28 قرش او 30 قرش. فانت لما تتكلمي في رغيف ابو خمس ساق وانت بتطلعيه يبقى فيه هنا 25 قرش او 20 قرش فوق ثمن الرغيف، يبقى هو ده دعم واضح. تمام، صح كده؟ صح. القطن لا، القطن هو الفلاح بيطلعه وبيزرعه وبيبيعه وبيبيعه حر من سنه 94 بيبيعه حر، يطلع ينزل طبقا لسعر البورصه العالمي. فما فيش دعم. لكن هو احنا بنقول ان السيد الرئيس لما تدخل لما لقى فيه ضغط على الفلاح وفي ضغط ان هم يحتكروا الفلاح ويحصل نوع من الاستفاده، اقصى استفاده عشان ينزلوا سعر انطار القطن ل 850 جنيه. كان القطن من 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 شهر وصل ل 850 جنيه. يعني ايه قطن ب 850 جنيه؟ السنه اللي فاتت كان ب 1200 و1300 و1400 والسنه اللي قبلها ب 1600. يبقى في معنى ذلك في ضغوط على مين؟ هل الفلاح سيستمر في هذه المنظومه؟ لا، ده هم بيحاولوا يخنقوا التجار والسوق والصناعه بتخنق الفلاح بالشكل ده. احنا 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 ده دورنا، دور وزاره الزراعه تحمي الفلاح المصري. تمام. يبقى لازم تنور له الطريق وتحدد له الاتجاهات. احنا عايزين قد ايه نزرع 200,000 فدان عشان نقدر يبقى سعرك السعر المجزي ليك
يبقى انا بزرع لك 200,000 فدان عشان سعر القطن ده ما ينزلش عن 1400 جنيه مثلا. تمام. عشان اقدر يجيب الفدان ده يجيب 10,000 جنيه. يعني لما يزرع يجيب 10,000 جنيه، صرف 5,000 جنيه يبقى صفى 5,000 جنيه. يبقى في الاخر ده دور وزاره الزراعه. وفي نفس الوقت توفر له بقى تقاوي كويسه، توفر له اسمده بشكل كويس، توفر له خدمه، توفر له ارشاد، توفر له مكافحه، تتابعه، تحميه من كل الكلام ده. لكن التسويق، ما هو التسويق حر، هو التسويق هو هل تتدخل وزاره الزراعه؟ الجزء الجديد بقى اللي احنا مطالبينه ايه؟ لما قلنا بقى ان الكلام ده وطلع، قلنا بقى احنا عندنا يبقى في عندنا ربط مزارع بسوق. اللي عايز الصناعه عايزه قد ايه؟ يبقى انا في الاخر بقول لوزاره الصناعه انت عايزه قد ايه؟ قطن عايزه 2 مليون امتار ولا مليون ونص امتار عشان الغزل؟ يقول لي انا عايز دول يجوا من كام فدان؟ عايز اصناف شكلها ايه؟ ازرع لك الاصناف دي. ده دور وزاره الزراعه، هي تربط ما بين دول. ثم يجي بقى الصناعه تتعاقد مع الجمعيات التعاونيه او الجهاد، لان النهارده بعد تعديل قانون التعاون المفروض بقى دور هذه انه ينشئ شركات، يبقى الشركات بتاعته تسوق له، شركاته تحميه. هو ده دور ان احنا بنقوي الكيان التعاوني عشان يقدر يخدم التعاونات في فرنسا وفي اسبانيا ايوه الكيان التعاوني ده مهم قوي يا دكتور علي، زي حضرتك ما بتقول يعني في الدول الاخرى او الدول المتقدمه في مجال الزراعه ايضا بتعاون كتير قوي على التعاونيات، وهي يعني بتبقى متصدره لحاجات هو كتيرة هو ده دور جدا. التعاونيات هو دور التعاونيات ايه؟ ان احنا كلنا بنشتغل مع بعض، وانت بقى بتشتغل مكاني، انت بقى بتبتدي تحميني، انت اللي بتبتدي تسوق لي، انت اللي بتبتدي تصنع لي. مفيش مشاكل ان انا النهارده يعني انت لما تتكلمي في مليار جنيه دعم، لو انت عملت بهم مصنعين ثلاثه ولا اشتغلت وشغلت كام واحد؟ لكن النهارده انا هل الدوله باستمرار هتقعد؟ الدوله تحمل الفزاعه، احنا مطلوب نحميه، مطلوب نساعده. فالكيانات التعاونيه تبتدي هي تاخد تلم القطن، تبتدي تنافس القطاع الخاص الحر ده اللي هو بيلم القطن. النهارده بعد يعني المعلومات اللي وصلت ان بدات تتحرك اسعار القطن. بعد هذا ليه؟ لان الناس بدات تقلق. الله، اللي كانوا سايبين هم قاعدين عارفين ومطمنين قوي ان هم ضاغطين وياخدوا القطن في اي وقت. فضغطين على الفلاح، لما عارف ان الكلام ده قد تتقلص المساحه وتزيد المساحه ولسه ما يعرفش، فبدات الناس تشعر بالقلق وبداوا يدوروا على القطن ويلموا من الفلاحين. طيب دكتور علي معنا دلوقتي على تليفون دكتور محمد عبد المجيد رئيس معهد بحوث القطن الاسبق. يا دكتور محمد مساء الخير. دكتور محمد، دكتور محمد عبد المجيد معنا؟ طيب هو بس ايوه يا دكتور مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. منظومه زراعه القطن عندنا في مصر فيها مشاكل كتيره قوي يا دكتور محمد، مش كده يا فندم؟ اهلا وسهلا. حضرتك سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك. طيب يا فندم، احنا بنتكلم عن منظومه زراعه القطن بكل ما فيها من مشاكل، عايزين نحل المشاكل دي يا دكتور محمد، حضرتك شايف الامور يعني تمشي ازاي؟ اسمحي لي في الاول بس احيي زميلنا الاستاذ الدكتور علي اسماعيل. شكرا دكتور محمد، انا اللي بحييك. وبس انا وضع الوظيفي انا رئيس مجلس القطن في وزاره الزراعه. رئيس مجلس القطن في وزاره الزراعه حاليا كمان، مش كده يا دكتور؟ ايوه. طيب يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه انا متابع الكلام اللي قاله الاستاذ الدكتور علي اسماعيل ومتفق معاه تماما فيما قاله. تمام. حضرتك شايف احنا عشان نحل الازمه دي يا فندم المفروض نبدا ازاي والخطوات تكون ازاي؟ يعني احنا عندنا زي ما قلنا الموضوع القطن ده مشكلته مشاكل متشابكه كلها مع بعض، وفيها داخل فيها قطاعات اخرى غير قطاع الزراعه، يعني عندي التجاره يعني عمليه التسويق والتجاره والصناعه عمليه التصنيع. اذا بالنسبه لنا كده يعني الامر برضو صعب، احنا هنحل ازاي ونبدا بايه الاول؟ تطوير الصناعه ولا تطوير منظومه الزراعه وطبعا على راسها الاهتمام بالفلاح، ولا شايف ازاي يا فندم الامور المفروض تمشي؟ حضرتك يعني احنا مش عايزين الناس تخلط الاوراق، الكلام اللي قاله الاستاذ الدكتور علي اسماعيل كلام واضح جدا. لماذا يزرع القطن في مصر؟ القطن بيتزرع حاجه من اثنين، يا اما يتصنع محلي يا اما للتصدير. القطن مش محصول يعني عجيب ولا حاجه، القطن محصول استراتيجي زيه زي القصب، زيه زي القمح، زيه زي الذرة، زيه زي الرز، لكن تسويقه مختلف عن المحاصيل دي. احنا النهارده زارع القصب قبل ما تزرعه بيعرف ان في متعاقد هيسوق له المحصول.
ده القصب والبنجر الاثنين مع بعض. القصب والبنجر حتى نعم. انا عايز اقول القصب الدوله، لكن البنجر ممكن شركات قطاع خاص. القطن زي ما قال الدكتور علي من سنه 94 الى الان وهو متروك للصدفه. لا توجد خطه اطلاقا من سنه 94 الى الان. نعم. وهناك مجموعه من المستفيدين زي ما قال الدكتور علي بالضبط على حساب اخواننا المزارعين. لاول مره هذا العام يتم تصحيح هذا الوضع، والحكومه تصرف الدعم للمزارع، وهذا لم يحدث في العشرين سنه اللي فاتت. ما كان يصرف في السابق من دعم في خلال خمس سنين اكثر من مليار و500 مليون لم يصل لمزارع القطن منهم ولا مليم واحد. كان بيوصل لمين يا دكتور محمد؟ القطن المشكله اللي احنا عايزين نعرفها انما كان بيوصل لمين؟ بيوصل للتجار في 250 شركه وتاجر، هم اللي بياخدوا الدعم كل سنه. نعم. وهقول لحضرتك على حاجه. ايوه. احنا بقالنا 10 سنين بننتج حوالي من 100 الى 150 الف طن من الاقطان فائقه الطول فائقه النعومه. ودي كانت بتمثل حوالي 30% من انتاج العالم من هذه النوعيه من القطن. 30% من انتاج العالم، ده رقم كويس قوي. لا، من هذه النوعيه من القطن اللي اجماليها حوالي نص مليون طن من مجموع انتاج العالم البالغ 27 مليون طن. تمام. مصر ليست دوله منتجه للقطن ولا مصنفه دوله منتجه للقطن. مصر تنتج احسن نوعيه من القطن في العالم ومن نوع معين اسمه القطن المصري او قطن بربادوس. نعم. احنا بنعمل فيه ايه بقى في خلال العشر سنين اللي فاتت او من سنه 92 الى الان؟ بنسوق منه 85 الى 90% خام لا يصنع في مصر لصالح مجموعه من الشركات. ما يصنع في مصر لا يزيد عن 15% من هذا القطن. وفتح باب الاستيراد للقطن الاقطان الامريكيه على اعتبار انها اقطان رخيصه. ايوه. نحن نزرع قطنا لا نصنعه، ونصنع قطنا لا نزرعه. لا يا واختلطت الاوراق. نعم نعم. وان الاوان لتصحيح هذا الوضع. اذا رغب اي شخص في زراعه القطن لابد ان يتعاقد عليه قبل زراعته لصالح الفلاح. اما دعم المزارع فهذا علاقة بين الدولة وبين المزارع. نعم. من قال أننا لن ندعم المزارع بعد أن يتعاقد؟ من قال هذا؟ لم تذكر وزارة الزراعة. لأول مرة وزارة الزراعة تمنح الدعم من وزارة الزراعة ومن فلوس وزارة الزراعة من بنك التأهيل. نعم هي فلوس الدولة لكنها لم تأتي من وزارة المالية إلى الآن. نعم. وكل ما صرف في السابق من لدعم لم يصل التجار فالدوله فوزاره الزراعه لم يعني لا تصرف دعما لمن يخلطون الاوراق. وزاره الزراعه تحافظ على المنتج لان ده دورها، وعايزه المنتج يتعاقد قبل الزراعه، وهذه مش رغبتنا احنا، ده رغبه المنتجين، ده رغبتهم هم، ده رغبه الفلاح ذات نفسه، ده امان. نعم. وفي كل الاجتماعات وجمعيه المنتجين وجمعيه الاصلاح الزراعي. نعم نعم. وكل الاجتماعات طلب هذا، طلب ليس هذه ليست يعني الاجراء اللي بتاخده دلوقتي وزاره الزراعه يا دكتور محمد هو لتعزيز على طلب لتعزيز هذا الطلب ولحمايه الفلاح في هذه الجزئيه بالذات. انا شايف ان في خلط الاوراق مقصود. احنا دلوقتي بنفك هذا التشابك في الافكار، يعني احنا بنصلح للجماعه اخواتنا الفلاحين، بنقول لهم خدوا بالكم. يعني هو الدكتور محمد حط ايده على الجرح، يعني اعتقد دكتور محمد واحد خليك على الخط معانا، انت حطيت ايدك على الجرح وكلام واضح. هناك خلط في الاوراق. نعم. هناك احنا داخلين على مرحله انتخابيه، الناس بتحاول تشتغل في الانتخابات على حساب الفلاحين. الفلاح المصري عاد اقصر وعيا واقصر حرصا، والهدف الاساسي هو مصلحته. مصلحة الفلاح تأتي ان هو يبقى متعاقد على سلعة وعلى انتاج، عارف ثمنه كام وهيتكلف منه كام، واذا كان هيربح فيه هينفذه، اذا كان هيخسر مش هيقدر يشتغل فيه. اذا الدولة هتدخل تكمل معاه، ده برضك مرتبط باحتياجات الدولة كدولة. يعني النهاردة فالامور كلها زي ما قال الدكتور محمد، وان احنا لأول مرة بنفتح الجرح عشان ننظفه ونطهره. يعني الامور يعني بشكل واضح، الوزاره
ما بتشتغلش بمسكنات، ما بتضيعش وقت، ما بتقولش وزارة هتتغير تقريبا من بعد مجلس الشعب او مجلس الامة اللي جاي وبالتالي يجي يشيل اللي بعدينا. لا، احنا عندنا سياسة واضحة، عندنا رؤية واضحة، عندنا استراتيجية، الهدف الاول والاخير فيها هو الفلاح المصري. نعم. كل ما يعمل في وزارة الزراعة والحكومة لخدمة الفلاح المصري. تمام. دكتور محمد، سمعنا يا فندم؟ سنة. الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، دكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن في وزارة الزراعة، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. الحقيقة دكتور علي، دكتور محمد قال كلمة والله يعني غريبة جدا ليها العجب، نحن نزرع القطن ولا نصنعه، نحن نصنع ما لا نزرع ونصنع ما لا نزرع، وهو يعني ده اللي بيقوله، وهو ده الكلام اللي بنقوله، ان هو بيستورد قطن ب 600 جنيه من 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 من, من الدول، واحنا بنواجه مؤامرة يعني القطن الامريكي. انا يعني انا مش عايز اتكلم لان ما بحبش في حاجات معينة، لا مش مؤامرة من القطن الامريكي، انا بستورد من اقطان دول قريبة مني. لكن انا عايز اقول حاجة، في تبادلات تجارية ومفروض ان انا بعمل سياسات تؤمن وتحمي المنتج المصري في توقيتات معينة، وان المفروض ان القطن النهاردة لما ابقى احط عليه، المفروض القطن المستورد حط عليه رسم وارد، لكن في الاخر هنلاقي عندنا اخواننا في الصناعة، ما هو برضك في 2 مليون بيقولوا بيشتغلوا في شركات النسيج، وبالتالي انت هترفع عليا تكاليف الصناعه وتكاليف التشغيل، وبالتالي انا كده هحقق خسائر. يعني المنظومه فيها نوع، لكن لازم اعمل حمايه لمين؟ انا الهدف اعمل حمايه للفلاح. حمايه الفلاح يا دكتور علي هي عباره عن ان انا هضمن له التسويق، اقول له ما تزرعش، الا يعني اللي بتقول انا بتعاقد معاك عليه. واللي انت عارف ضامن احنا حاسبين متوسط ربحيته قد ايه، يعني احنا لازم نحسب تكاليف العمليه الانتاجيه من تقاوي وكيماوي وبذره، اللي هي البذره والتقاوي والكيماوي والخدمه، حرث وعزيق وتجهيز وجني وتعبئه، كل الكلام ده تكلفه الفدان قد ايه للقطه عشان يطلع من 7 ل 10 امتار. لازم ابقى محسوبه كويس، يبقى السعر لازم ياخد هامش الربح بتاعه بتاع مجهوده وعمله، فلازم الفلاح ياخده، يبقى التكلفه دي قد ايه؟ هل ده انتم هتلتزموا بهذا الكلام؟ طب والله فعلا ان في منافسه عالميه وكلام من ده، يبقى الدوله تفكر ايه الفرق ده يتم ازاي؟ ده موضوعات لازم تبقى واضحه للفلاح. طيب يا دكتور، في فلاحين مش عارفين الشركات، هل الوزاره هتتكفل بانها توصل الفلاح بالشركه ذات نفسها، ولا الامور هتمشي؟ انا لما سيادتك قلت في الاول، انا قلت المفروض عندي انا عندي كيان قوي اسمه الاصلاح الزراعي، وهو كان بياخد جزء كبير وبيسوق ويرتبط. المفروض ان الجمعيات العامه للاصلاح الزراعي والائتمان والاستصلاح هي دي الكيان اللي يتعاقد مع الشركات، وهم يعرفوا الشركات دي كويس قوي، ومسجلين عندنا في بورصه تجاره القطن الداخليه، او فكل دول هم عارفينهم. المفروض ان يبقى في تعاقدات من دلوقتي. وزاره الـ 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 الشركه القابضه للغزل والنسيج. الشركه القابضه للغزل والنسيج عايزه قطن، المفروض هي ومحاليجها بآلياتها تبتدي على طول تتعاقد، تقول تيجي للجمعيه العامه للاصلاح الزراعي تقول انا عايزه 50,000 فدان من القطن صنف كذا، يبقى هو هيبتدي يشوف مزارعينه، يحدد لهم المساحات طبقا للخريطه اللي هتحددها وزاره الزراعه، المنطقه دي تزرع في الصنف ايه، المنطقه دي هتزرع الصنف فيها ايه، يبقى هي دي ده الدور اللي موجود. طيب يعني انا مش عايز اسيب ان المزارع لوحده هو اللي هيتعاقد، وممكن تبقى في الاخر ان هذه الجمعيات تنشئ شركات، يعني الاصلاح الزراعي ينشئ شركه لتسويق القطن، جمعيه بتاعته شركه مساهمه تعاونيه لتسويق القطن، الجمعيه العامه تنشئ شركه مساهمه بفلوس الفلاحين اللي موجوده عندهم مئات الملايين موجوده ولا تستثمر بالشكل الجيد، تستفيد من هذه الفلوس وتدخل وتستفيد بها تؤسس شركات لهذا الكلام، ولما تقترض حتى بالبنك عشان تسوق، بس هتبقى في الاخر تحمي المزارع بتاعك. طب دكتور علي، معنى كده ان كان في يعني الى حد ما معلومات مغلوطه كانت بتنشرها الجرايد والصحف؟ بالتاكيد احنا عايزين نقول حاجه. احنا 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 طالما بنشتغل ومع الوزير بيشتغل والدوله بتشتغل، يعني اكيد هنلاقي على فكره لما تشتغلي لا تلاقي حجم الهجوم كبير جدا، ده شيء طبيعي. كل ما تشتغلي كل ما بتدوسي على حتت فيها مشاكل، بتدوسي على قنابل بتنفجر. بنواجه ما هي قنابل، ما هي دي كلها الغام موجوده. يعني انت لما بتكلمي انت بتشتغلي مع مزارعين، مع ناس مستفيدين في المنظومه. يعني منظومه الدعم اللي قالها الدكتور محمد، المليار ونص دي منظومه خطيره، في ناس مستفيده بيها. نعم. ولو انت دخلت على منظومه الاسمده هتلاقي فيها اخطر منها. طبعا كل الكلام ده النهارده لاول مره حكومه تواجه هذه المشاكل تشتغل فيها. طيب دكتور علي، احنا معانا استاذ اسكندر احمد نائب رئيس تحرير جريده المساء، وهنشوف وجهه نظر احدى هذه الجرائد. طبعا استاذ اسكندر، مساء الخير. اهلا يا فندم بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ اسكندر. اهلا علي باشا، ازيك عامل ايه؟
ايه؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. طبعا حضرتك عارف استاذ اسكندر، يعني هذه المقالات اللي اتكتبت في موضوع القطن والغاء الدعم والحاجات دي كلها، شايف الامور ازاي؟ يعني حضرتك بتكتب ايه في الجورنال عن هذا الموضوع؟ يعني وجهه نظر الصحافه، احنا عايزين نفهم حتى كمان، يعني يعني نفتح صدورنا كلنا مع بعض. يعني الدكتور علي اسماعيل موجود اهو، وحضرتك موجود، وهيبقى معانا ايضا كمان اقلام كتيره قوي هنتكلم معاها دلوقتي. اتفضل يا استاذ اسكندر. دلوقتي حضرتك يا دكتور علي انا هبدأ في نبذه مختصره عن حكايه تحرير الزراعه المصريه على وجه الخاص. تحرير الزراعه المصريه حضرتك بدا 1992 على وجه التحديد بالضبط. وقبل كده حضرتك كان في الزراعه الاجباريه، والناس اللي ما تعرفوش كانت وزاره الزراعه دي من ضمن الوزارات السياديه، من ضمن الوزارات السياديه اللي بتطبق القانون. لو واحد ما زرعش حاجه واخد من حدك يقوم يقبضوا عليه ويحطوه في السجن. تم تحرير الزراعه 1992 وتفرغت وزاره الزراعه الى ثلاثه اشياء. ايه وزاره الزراعه؟ قامت بالبحوث وبالارشاد والتقاوي المنتقاه. تقول للناس تزرع ايه، والفلاح معروف، الفلاح المصري ده اقتصادي بطبعه. يعني مثلا انا مثلا فدان الغوطه ده هيجيب لي مثلا 10,000 جنيه، فدان القطن، فدان احترامه طبعا للقوميه وكده، فدان القطن هيجيب لي 2000 جنيه، لان انا ازرع طماطم هاخد 8000 جنيه. تمام. لكن دور الدوله هنا، دور الدوله عليها دور كبير جدا برضه. التوازنات بقى، قال لي انا عايز اصدر وعايز اورد، وقد فعل خيرا اخيرا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قام بدعم القطن للفقراء. وليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه دعم القطن؟ لانه هو اكثر راجل مزارع عارف مشاكل الفلاحين. نعم. عارف ايه المشاكل بتاعه الفلاحين، فدعم الفلاح، دعم الفلاح شخصيا ولم يدعم القطن. الناس لازم تعرف كده. يعني انا اشجع عليك، فمش معناها انا كده تاخد عليه اتاه وبعد كده وتقول لك اتعب، لا، ده هو دعم الراجل الفقير. استاذ اسكندر، انا بس انا النقطه دي مهمه قوي. حضرتك بتقول ان رئيس عبد الفتاح السيسي دعم الفلاح شخصيا ولم يدعم محصول القطن، ازاي وايه الفرق بين الاثنين؟ علشان يمكن يكون في خلط كمان عند المتلقين اللي بيتابعوه. نعم. هقول لك ازاي. لما اقوم انا اقول هدعم الارض وهدعم القطن، ما فيش دعم، ما فيش تحرير للزراعه. لكن انا كرئيس دوله وقائد عارف مشاكل الناس وعارف همومهم، لان من الناس دي، فقمت وقت الراجل ده انت راجل فقير، فانا دعمتك انت، دعمتك انت بحاجه شخصيه ليك انت عشان تقف على رجليك، لانك انت راجل، انت تعرف القائد اي دوله بيعمل ايه؟ القائد العظيم اللي بيبص على الغلابه، القائد العظيم اللي بيرفع من شان الغلابه. فهو الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بشان رفع الغبن على الغلابه، والفلاح ده اكبر غلبان في مصر، فاستشار عنه. ما فيش اغلب منه والله يا استاذ اسكندر. وانا بقول لحضرتك شال عنه، دفعات 400 جنيه للفلاح مش للارض. ولازم الناس تعرف، لانه في ناس بتكسب بقى من القوطه ومن التبطي الملايين، لو جه على الجزء الفقير اللي بيساعد البلد دعم. واخد بال حضرتك؟ لقيت كمان لحاجه ثانيه قبل ما اخلص. انا اشيد، خلي بال حضرتك، انا محرر شؤون زراعيه من مده، واعرف الوزراء، واخد بالك، اشتغلت معاهم. لكن انا اشيد بالدكتور عادل قلب التاجي. اشيد به ليه؟ انا ما لقيتش مصلحه عند حد، اشيد به لانه عالم ولم يخضع للابتزاز، وحط تحت الابتزاز ده 100 حاجه، وراجل عايز يعمل حاجه لمصر. الراجل ده في 6 شهور، خلي بالك، الزراعه المصريه في 6 شهور حققت ما لا يحققه في 4 سنوات. يعني ابتدت الدنيا تتظبط في وزاره الزراعه، وانا ما عملتش حاجه من ده ولا ده، بس بتكلم نقطه حق امام الله سبحانه وتعالى. نعم. وزاره الزراعه اتظبطت في 6 اشهر الاخيره، مكتب منتظم، علماء كبار بيعملوا الوجه الله الكريم. طب انا هقول لك سرا على الهواء بقى دلوقتي، ان العلماء اكبر علماء في مصر ادخل انا الصبح الاقيهم انا بياكلوا فول وطعميه. يعني خلي بقى حدث، يعني اكبر علماء في مصر. نعم. يعني بقى، يعني حاجه بسيطه، يعني عايشين امانه. وهذا الوزير
هذا الوزير أشد على أيدي لأنه لا يخضع للابتزاز. طيب أستاذ اسكندر بشكرك على هذه المداخلة. أستاذ اسكندر أحمد نائب رئيس. أنا شكرا أستاذ اسكندر حقيقة على اللي أنت قلته يعني. وإحنا وهو ده قص ده هو هي دي الوزارة وهي دي في الآخر أول وزارة بعد ثورة حقيقية لإعادة التصحيح. نعم يعني هذه الوزارة تعمل لهذه البلد لأن هو ده واجبها وواجب كل واحد. اللي ما يقدرش يعمل بيتنحى يعني اللي ما يقدرش وده كلام توجيهات السيد الرئيس. اللي ما يقدرش ما فيش مشاكل كلنا بنحب مصر بس من لا يقدر على العمل يتنحى جانبا. طيب بما ان يعني كلام استاذ اسكندر هيخلينا نروح لزاويه ثانيه في حاجه في موضوع القطن دكتور علي عايز تقول. انا بقول حاجه لاخواننا الفلاحين. تيجي نقول لروجيتا او نقول كده الامر كاملا هيحصل ايه وايه وايه وكذا علشان لا يختلط الامر بعد كده. اولا في بكره اجتماع محدد ان شاء الله عمله معالي الوزير هيحضر فيه كل شركاء الانتاج والتسويق لكل المستفيدين المزارعين والمنتجين كممثلين ويمثلهم الاتحاد التعاوني والجمعيات ويمثل الجزء الاخر هم المستفيدين الصناعه والتجاره والتصدير. نقعد مع بعض نحدد الخطوط ونحدد الالتزامات وما تلتزم به كل جهه من الجهات ومن هذا المنطلق يحدد ما يتم زراعته ويتم التعاقد عليه ولا نترك الفلاح المصري فريسه زي ما حدث. انا لو كنت انت يعني كنت بترتب لهذا اللقاء كانت حط النهارده الكليبات اللي موجوده في قنوات مصر الفضائيه على في شهر 10 في شهر 9. لو شفتي حجم المعاناه اللي عانى منها الفلاح المصري في الشهرين بسبب التسويق بتاع القطن ومشاكل تسويق القطن اعتقد هتحس فعلا ان هذه الحكومه بكل قيادتها بكل توجهاتها كدوله ان هي فعلا هدفها هو حمايه هذا المزارع من اي حد يحتكره. طب معانا احد المزارعين الحاج عماد كمان نقيب فلاحي الايوبيه. حاج عماد مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك يا حاج عماد. انت معاكي يعني رجل عظيم يعني فخر الفلاحين كلها في حاله. الدكتور علي اسماعيل ده شكرا. هو نصر الفلاحين. شكرا. الراجل واقف في صف الفلاح. نعم. وعاوز يحمل فلاح من المخاطر بتاعته. شكرا حاج عماد. انت موافق على القرارات يا دكتور علي؟ انا عاوز حضرتك شكرا. انت بتصحي اكثر من كده يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا حاج عماد. انت حضرتك بتحط الاليات والوضع الصحيح عند الفلاح. انت مش عاوز الفلاح يتورط ثاني من ناس صحابات النفوس وصحابات الشركات وعاوز تحمينا. نعم. واحنا وراك واحنا بنقول لك يا دكتور ربنا يوفقك وانت فعلا تستحق المكان. مش عاوز اقول لك تستحق اكتر من كده كمان. وربنا يخليك البلد يا دكتور. ربنا يخليك يا حاج عماد. السياسه الجديده مع القطن عايز تقولوا حاجه دكتور؟ انا بقول لحاج عماد يعني انت احد الفلاحين واحد المزارعين اعتقد ان المفروض الفلاح المصري هم دول. انا عايز اجيب الناس بين الريف. يمكن احنا فوجئنا باجتماع مع سياده الرئيس بالفلاحين. يا حاج عماد وانت اعتقد من الحضر وباين حاج عماد حضر فيعني كلهم جم من ريف مصر ما حدش جابهم مش ممثلين. ما فيش اكتر من حد كان ممثل الاتحاد التعاوني مجموعه ممثله للجمعيات عدد بسيط ومجموعه ممثله للنقابات عدد بسيط او النقابه بتاعه الفلاحين. لكن معظم الناس اللي جت وقابل السيد الرئيس وقعد سياده الرئيس اهتمامه بيهم اربع ساعات بيناقشهم وبيناقشوه وبيحاوروه. اعتقد وما تم طرحه لحل مشاكل الفلاحين بتخفيض الغرامات بتاعه الرز ال 50% بان هو ان بان ان وقف جميع الملاحقات للناس المتعسرين وجدولتهم لمده سنه ان ده دي كلها اجراءات بتتم. يبقى في احساس من القياده اللي موجوده سياده الرئيس في وجوده. نعم. مع كل الفلاحين فهم كانوا الناس موجوده لقاء من غير اي ترتيب حد اتحدد عشان يحس بيهم مش ممثلين مش ممثلي دعايه انتخابيه. نعم. مش هنتكلم في دعايات انتخابيه لحد ولا بنتكلم لحد. وسياده الرئيس بيقابل ما يرى من حيث ان هو يقدر يشوف وبيسمع وعنده اجهزته وبيحس نبض الناس وعارف نبض الناس لان بس في الاخر كلنا محتاج مننا حاجه كلنا نشتغل. يمكن انا يمكن انت على القناه مصر الزراعيه وعشان بس انا بقولها وانا لاول مره بعد ما بقيت رئيس قطاع الهيئات لاول مره انا بحضر في برنامج في قناه مصر الزراعيه مع اني كنت دائم قبل كده. لكن عايز اقول حاجه احنا عندنا برنامج اسمه مسؤول تنفيذي على الهواء. أيوة. هذا المسؤول برضك بتوجيهات السيد الرئيس لما اتكلم ان الناس تلتحم والمهندسين ومدير المديريات وينزلوا يقفوا على الاسمده وهي بتتوزع وكل الكلام ده كان في توجيهات واضحه ان يحصل التحام مباشر. فالنهارده المسؤول اللي موجود بيجي على قناه مصر الزراعيه وبيتعامل مع الفلاح
مباشرة عشان يحل مشاكله. دي الأول مرة في وزارة إن يحصل حركة في ست شهور من خلال شهرين ثلاثة اللي فاتوا، إن كل مسؤول موجود أي حد عنده مشكلة يتعامل معاه، وبنرجعه يرجع بعد شهر عشان نشوف حل المشكلة ولا ما حلش مشكلة إذا كانت في نطاق وإطار القانون. صح. فبالتالي في تلاحم ما بين العاملين في وزارة الزراعة كمسؤولين تنفيذيين وما بين الفلاحين. نعم. فمش عايزين حد يزايد على فلاحي مصر. صحيح. شكرا يا حاج عماد. عندنا وزارات يا فندم بتحسدنا على هذا البرنامج يعني، وبرنامج الحصاد طبعا البرامج وطبعا تحيه لدكتور حامد عبد الدايم مقدم هذا البرنامج. والله انا 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 عندنا برنامجين بس يعني الحصاد وبرنامج مسؤول تنفيذي الاثنين من الحاجات الفعاله اللي موجوده اللي بدات تطرق كل الابواب، واعتقد نسبه المشاهده بترجع لي فبشوفها. تمام. مصر الزراعيه اتغيرت تماما. انا بشكر كل العاملين في مصر الزراعيه. اشكرك يا فندم. طبعا بنشكر الحاج جامات كمان نقيب فلاحي الاليوبيه، وعندنا دلوقتي حد كمان من الفلاحين حاج نسيم من الدهليه. حاج نسيم السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتم طيبين وجابتوا عزيزتي المحترمه. وانت طيب وده والصحه والسلامه يا فندم. مساء الطيبين المصريين بمناسبه المولد النبوي وعيد الميلاد، وبنقول احنا موضوع الرقم ده بنظلم وزاره الزراعه. دور وزاره الزراعه مسؤول عن انتاج المحاصيل، بمعنى ان هي بتزود انتاج القطن بتجيب 7 قراطير تجيب 10 قراطير، ما هيش مسؤول عن التسويق. فاللي ما بيحملش وزاره الزراعه تسويق قطن، فياريت وزاره الزراعه تبقى احنا الحكومه هي المسؤوله عن تسويق الرز، رئيس الوزراء واللجنه الاقتصاديه. انما الوزاره مسؤوله عن الانتاج. انا عاوز تقاول، مطلوب حاجه واحده بس، تقاول تجيب لي انتاج يجيب لي 10 قناطير. وعاوز حاجه ثانيه اللي هي دور وزاره الزراعه بقى اللي هي عن طريق الاتحاد التعاوني تفتح لي الشغل زي زمان، عشان ما ينفعش الرقم الدول يصير حر، لازم الدوله هي اللي تاخده عشان التقاوي ما تتخضطش. الدكتور عايز اسمعني اعرف الكلام دوت. عاوزين نحافظ على التقاوي ونجيب والتقاوي تنتج انتاج كبير. يبقى عاوزين تسويق قطن عن طريق الدوله، دوله زراعيه، دور مركز البحوث والانتاج تقوي عدد الانتاج، وعوده لجان التحكيم عشان الكيس المخلوط يطلع من الشغل عشان التقاوي ده يحافظ عليها. الحاجه الثانيه الاستراتيجيه نفسها بتاعت الدكتور عادل البتاجي بتقول الاتجاه نحو التركيز او الارتقاء بانتاجيه اصناف القطن طويله التيده ومتوسط التيده وانتاج 8.8 للقطن، يعني 12 امتار احنا عاوزينها تتنفذ. نعم. الحاجه الوحيده بس اللي هي بتقلق الفلاح ان الدوله ما تدعمش القطن. الحاجه الوحيده ان انا ما عنديش محصول بديل في الصيف يا فندم يا استاذ نادي يا دكتور علي. ايوه. النقطه المهمه جدا، ما عنديش محصول بديل للقطن في الصيف الا الرز. وانت حددت لي بديل 2.10 فلاح. صح. انا الفلاح يزرع ايه؟ دي نقطه مهمه جدا يا دكتور علي. هرد على سيادتك. احنا في وجه في الدلتا كلها وجه بحر والدلتا ما عندناش زراعه للقطن والرز. تمام. كلام كويس جدا يا حاج نسيم. اتفضل يا دكتور. وانا بس ارد على هذه الجزئيه، طبعا هو ده الدور الاساسي لوزاره الزراعه ومركز مصر الزراعيه ان احنا نطلع ل 10 امتار و12 امتار، ده دور اساسي وهدف استراتيجي لمركز البحوث الزراعيه من خلال معهد القطن وتنقيه الاصناف اللي موجوده، ده دور ده مهم. الجزء الثاني اللي بيتكلم ان انا اوفر له هذا الكلام واوفر له مستلزمات الانتاج وان تتعمل شركات وتتفتح الشوان وكل الكلام ده، ده كلام كويس جدا في التسويق وتوفير السلف للمزارعين في الانتاج بتاعهم. الجزء الاهم اللي هو بيتكلم برضك فيه الحاج نسيم ان النهارده التركيب المحصولي. وده شيء كويس جدا، احنا برضك هو فتح موضوع الدوره الزراعيه، اعتقد احنا جادين والاول مره ان احنا نرجع بدوره زراعيه واضحه عشان اقدر اقول، ما انا ما ينفعش اجي في الموز في عايز اقول ان القريه دي كلها بتتزرع قطن، القريه دي بتتزرع رز، الزمام كله ده والحوض ده بيتزرع محصول واحد عشان الخدمه وعشان اقدر حتى اطور مشروع الري الحقلي، عشان النهارده ما ينفعش واحد بيروي لان ما ينفعش يزرع قطن جنب رز، هنا هتلاقي ده عمال يرشح عليه وبيبوظ له انتاجه. فاحنا محتاجين الدوره الزراعيه بعد فتره طويله من التحرر الاقتصادي احنا نرجع ليها تاني. الوزاره بتدرس جاديا ان شاء الله جاري التنفيذ، وبنحط الاليات التنفيذيه، ومن سيشترك في الدوره يبقى معروف ان هو له ميزات ستمنحها له الدوله والحكومه، يعني هي دي النقط اللي احنا بنتوجه ليها. فانا النهارده عندي تركيب محصولي، ان انا بقول النهارده انا عندي 1.2 مليون فدان بتحدد لهم مناطق الساحل الشمالي وبعض المناطق وفي تركيب محصولي محدد بيخش في الدوره. ما القطن نقول القطن كام؟ القطن في الدوره قد ايه؟ هو كل اللي اتزرع قطن على مستوى مصر 375,000 فدان. 375,000 فدان. نعم. يعني انا نزلت ال 10 15% مما كان يزرع من 30 سنه.
فمش معنى ذلك ان حجم زراعه القطن جوه الدوره بقت كبيره، لكن انا النهارده عندي البدائل، نحن ندرس بدائل جديده لهذا الكلام، عندنا الذره بنحاول نشوف اليات لتسويقه بشكل برضك يرجع يتاخد ويبتلي، يبقى انا عندي لان ده محصول المنافس الصيفي، ان انا يدخل مع الرز في دوره في تركيب محصولي معين، يدخل الذره يدخل معاه، يدخل محاصيل زي فول الصويا عشان الزيوت، وبرضك يبقى عندنا فول صويا، عندنا السمسم، عندنا لان احنا عندنا فجوه كبيره في المحاصيل الزيتيه. فجوه المحاصيل الزيتيه بنجر السكر برضك في عروات اخرى يقدر يدخل من العروه الشتوي والعروه مجموعه عروات. احنا محتاجين بنعيد شكل التركيب، بس كل الكلام ده احنا بنتكلم في حكومه بتشتغل بتعيد بناء ملفاتها في 6 شهور فاتوا، وبنشتغل ودخلنا وبننفذ، فهذا الكلام بيبقى احنا شغالين في هذا. فانا بقول للحاج نسيم احنا مش سايبين هذا الكلام، بنشتغل فيه وبننفذ هذه الاجنده وشغالين. هدفنا في الاول والاخر ان الفلاح يبقى عنده تركيب محصولي ينعكس عليه في العروه الشتوي والعروه الصيفي لعائد اقتصادي يحقق له اللي هو عايزه. نعم. يلاقي وظيفه ليه يعمل قيمه مضافه في القريه المصريه. احنا محتاجين ان الفلاح ما تبقاش ده في قيمه مضافه للقريه المصريه، ان ينعكس ان هو النهارده اولاده يستفيدوا، تتعمل شركات تعاونيه اولاده يشتغلوا فيها، يبقى هم منهم بيدوروا نفسهم. ده دور مين؟ دور وزاره الزراعه تساعد وتحط الخطوط للقريه المصريه للفلاحين، لان في عندنا الحكم المحلي بيساعد باليات، لكن احنا محتاجين ان احنا كوزاره زراعه نوجه الفلاح كتنميه ريفيه. نعم. كارشاد ريفي كاليات ان هو نحط له نخطط هذا الكلام مع الفلاح في المشاركه ويستفيد بالقانون الجديد اللي هو قانون التعاون وتعديلاته بانشاء شركات مساهمه تخدمه. نعم. طيب معنى كده ان احنا خلاص بدانا ان احنا بناخد خطوات قريبه قوي من بدايه الدوره الزراعيه بهذه القرارات يا دكتور علي، اللي هو تخصيص 1.2 مليون فدان لزراعه الرز فقط، وبعد كده تبدا الامور انها تترسم لدوره زراعيه جديده تعود او يعني نبص فيها الحياه من اول وجديد تاني. طيب دي جزئيه مهمه جدا، ولكن هنبص ايضا كمان على الناس المعترضين يا دكتور علي. يعني احنا عندنا في 12 قانون للفلاح، في ناس بتقول مش كفايه، عندنا كمان الغاء الغرامات على الرز. نتكلم في كلام مهم الاول قبل ما نخش في الحته. طيب. دي فضل. لما ندخل في اول حته القانون، هتيجي حكومه اشتغلت من 20 سنه وعملت قوانين للفلاح. هتيجي حكومه لأول مرة حكومة تدخل بمجموعة مشروعات قوانين حوالي 12 قانون. 12 قانون. صدر منهم 3. قانون التأمين الصحي على الفلاح وبياخد بتجهز اللائحة التنفيذية بتاعته. نعم. قانون التكافل الزراعي للفلاح، قانون التعاون، وداخل قانون النقابات الموحدة، وداخل قانون التعدي على الأراضي الزراعية. ده أهم قانون، التعدي على الأراضي الزراعية، الخطر الداهم على أراضي مصر الزراعية القديمة. نعم. داخل هذا فانت لما تتكلمي في مجموعه القوانين والتشريعات دي مش كفايه، دي بتعمل الحكومه بتعمل طفره، وهذه الحكومه الحاليه. يعني لما تقولي النهارده معاش وسياده الرئيس في اجتماعه قال خلصوا قانون معاش الفلاح، طلب منهم ان يسرعوا بتنفيذ هذا القانون. فالنهارده لما بتعملي قانون معاش الفلاح، وان الفلاح لما يوصل ل 55 سنه يجد معاش على الاقل كريم يساعده في حياته. ما هو الفلاح ما صابش ارضه وعنده ارضه، بس بياخد معاش بعد 55 سنه. ليه؟ لان جهده بدا يقل، ظروفه الصحيه وظروفه المرضيه، وبتعملي له قانون تامين صحي خلص. يعني انت خلصتي له التامين الصحي، مش الفلاح بس، ده الفلاح واسرته كمان يا دكتور. بالظبط. فانت لما بتقولي ان هذه المنظومه، يبقى الدوله هنا تهتم، يبقى حطت نصب عينها اللي هم 52% من الشعب. هم اساس التنميه، هم اساس البناء. فالريف المصري والتنميه هم دول سواعد تنميه المجتمع. لو هذه المجموعه تم تنميتها بشكل جيد، فالمجتمع سيتحرك بشكل جيد. نعم. إذن القوانين ال 12 قانون هي مرتبطة ما بين الفلاح وأرضه. بالزبط. وحماية أرضه من التعدي ومن كله. قتلها ومن كل ما يصب وبتعمله هذه الحكومة وبتعمله الوزارة، فالوزارة جهزت، ولكن المواضيع اللي فيه اللي خلص ونشر وفي اللي موجود اللي بيتراجع في مجلس في مجلس الدولة وفي وزارة العدل، لكن مجموعة القوانين تم إعدادها، اللي هدف منها هو في الآخر حماية الفلاح المصري ومساعدته. نعم. فانت كل هذه القوانين بتصب في صالح الفلاح. تمام. ايضا كمان الغاء الغرامات على محصول الرز، في ناس شايفه ان لا مش كفايه، عايزين كمان. لا انا بس عايز اقول حاجه. انا يعني الكلمه دي مهمه، هو سياده الرئيس خفض لهم 50%.
وده ده ده كلام كويس جدا. لان يعني اذا الامور ثابت مش هتبقى، لان يعني اغلط وسامحك اغلط وسامحك، فلازم يحس ان في مشكله. الميه دي مش بتاعته هو لوحده، الميه دي مش بتاعته، الميه دي بتاعت الشعب المصري كله. والميه دي اللي بتتاخد بتخدم ارض اخرى. فانا النهارده لما بزرع مساحه انا مرتبط بمحاصيل، انا عندي من بردك اجي في الصيف وبقى عندي شكاوي. يعني بيجي لنا شكاوي ان المايه ما بتوصلش، المايه ما بتعملش، ليه؟ لان في حد بياخد حصته. فانا مرتبط لما بنتكلم في تخطيط استراتيجي وتخطيط دوله ومساحات بتتزرع، يبقى محتاجين لدوله بتفكر كلها ومنظومه وزارات مشتركه مع بعضها، وزاره الزراعه مع وزاره الري، بنقول احنا عايزين مليون و200 الف فدان. هنا لما بقول مليون و200 الف فدان، هو عارف ان في مقنن مائي للمليون و200 الف فدان، الباقي ده رايح لاستخدامات اخرى في الزراعه. لكن لما اعمل 1.5 مليون فدان و2 مليون فدان رز، انا كده دخلت في 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 في, 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 في سحب ميه، وبالتالي من المخزون ومن احتياجات الناس الاخرى اللي هي محتاجات الدوله او بتوفر. فده موضوع احنا يعني اعتقد يعني هو سياده الرئيس كان يعني رؤوف مع الناس وقالوا 50%، فده يعني فعلا تسامح عالي جدا من سيادته يعني. طيب تأجيل الملاحقات القضائية للمتعسرين لأنها تأجلت لسنة كمان، يعني المفروض أنهم كانوا الأمور كلها يبقى فيها يعني طلب قضائي في سنة 2014 لأجلناها لحد نهاية 2015، شايفين برضو أنهم مش كفاية يا دكتور علي؟ إيه الجديد اللي لا أفندم أنا عايز أقول حاجة بتجهزوه يمكن دلوقتي يعني حضرتك لما سيادة الرئيس لهم هنوقف الملاحقات القضائية لمدة سنة، احنا المطلوب نجدول. ما هو انا ما اقعدش معتمد انا الفلوس اللي موجوده في بنك التنميه والتبانه الزراعيه ايه؟ دي فلوس الناس، فلوس حضرتك وفلوسي، فلوس الفلاح ده وفلوس الفلاح ده، حطها وديعه، اللي حاطط 2000 جنيه واللي حاطط 5000 جنيه واللي حاطط 10000 جنيه. واحد خد فلوس عشان يعمل مشروع ب 10000 او ب 20000، فالنهارده ما اقدرش اعفيه، ابقى ما اقدرش اوقف الجدوله ان هو يخفف عنه الضرايب الفوائد المركبه، هيكل له السداد على فتره اطول، لكن لازم الناس تسدد الفلوس لان دي فلوسهم هم. والبنك ده لو خسر ووقع وما بقاش فيه فلوس يبقى في الاخر هم اللي خسرانين. ما هو ده البنك بيجيب منين؟ لكن هو في الاخر احنا عايزين نقول ان بنك التنميه والتبانه الزراعي بنك الفلاح، ولازم سيظل ان شاء الله بنك للفلاح. يبقى لازم انا اسدد الفلوس، ان انا اطلب المزارعين ان يحطوا ودائعهم وفلوسهم في 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 هذه البنوك عشان يرفع راس مال البنك، يقدر يشغله، يقدر يستفيد بالتمويل اللي يقدر يطرحه له الودائع اللي هي جوه البنك. لكن حته ان انا فكويس قوي ان سياده الرئيس يفتح لهم سنه، ان الناس تيجي وتسجل اسمها وتجدول. واحنا مطلوب من البنك، وانا يعني برضك بوجه رساله لاداره البنك ان هي تحرك عمليات الجدوله وتوقف الملاحقات وتشتغل بشكل سريع عشان نقدر نفض الاشتباك وما بقاش عندنا حد يعني. لكن حته الاعفاءات والناس فكرها في اعفاءات زي زمان، اعتقد ده كلف البنك حوالي 4 مليار جنيه لحد النهارده مش قادرين يعني نحط لهم حل يعني. طيب معانا دلوقتي على تليفون الحاج عاطف من الشرقيه. الحاج عاطف ولا باشمهندس عاطف؟ لا انا مزارع الحاج عاطف عبد المعطي. اهلا بيك يا حاج عاطف. من الشرقيه من صنع الحجر بالتحديد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حاج عاطف، اتفضل يا فندم. انا بشكر الدكتور علي اسماعيل على الكلام اللي انا سمعته من حضرته بالنسبه للقطن وتسويق القطن، بس بطلب منه بعد اذنك يعني ثلاث نقاط بس. احنا ملتزمين لغايه دلوقتي بالدوره الثلاثيه. تمام، انت في الاصلاح بقى. انت في الاصلاح؟ احنا في الاصلاح. تمام، طلاب قلت دوره ثلاثيه يبقى انت في الاصلاح. معلش برضه، ما هو الاصلاح اختلط زي ما انت قلت حضرتك من 94 والدوره الثلاثيه اختلطت طبعا. تمام. بس احنا ملتزمين لغايه دلوقتي لان احنا اصلاح جمعيه راغب منطقه كفر صقر. اهلا بيك. وملتزمين بالدوره الثلاثيه، بس الميه عندنا منطقه صن بالتحديد الميه فيها نسبه ملوحه عاليه، فالقطن بيحتاج نسبه الملوحه العاليه، وحضرتك عارف الكلام ده. تمام. واحنا بنزرع القطن اللي هو جيزه اللي هو ال 86. جيزه 86، تمام. انت حضرتك اللي انت اتكلمته عن القطن ده مش مختلفين عليه، وبصراحه شريت كل من الشغالين في الوزاره ومهتمين بالفلاحين يكونوا مهتمين لحضرتك كده. بالنسبه لينا احنا كتعاقد زي ما انت بتقول حضرتك، ما احنا ممكن في التعاقد ده ما سيبناش الضوء، طب هنزرع ايه بديل للقطن؟ احنا ما بنزرعش في الصيف على فكره، بنزرع الرز ده بطريقه لسه حديثه خالص، ودي افتكرناها لظروف الميه اللي عندنا. بنمسك الارض نعملها بالليزر
ونزرع بالستاره وبنزرع نظام لمده 45 يوم نروي كل 10 ايام والارض تنشف. زرعنا الرز دي وجربناها وبدي عندنا انتاجيه عاليه جدا واتمنى انها تتعامل مع الدوله ان شاء الله الناس اللي زارعين الرز تمام وبتديها انتاجيه ممتازه جدا تمام. طب احنا بنزرع بقى مثلا في الشتوي بنزرع ايه؟ الجمش وبرسيم والبرسيم ده في المفروض في الصيف ان احنا هنزرع مكانه ذره تمام. البنجر بنزرع مكانه قطن تمام. دي بالنسبه للدوره الثلاثيه تمام تمام حصل تمام. فالجمح بنزرع مكانه الرز تمام. طيب البرسيم ده بنسيبه في الصيف بناخد منه اللي هو الدريع حضرتك انت عارف الكلام ده تقاوي بنسيبه تقاوي غصب عننا مش بمزاجنا لا 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 وده كويس ما. تمام طيب. علشان هنزرع مكانه بنجر تمام. طيب حاجة عاطف ما بيبقاش ميه كويسه عشان نزرع ذره طيب تمام. انت محتاج طبعا انت عارف حضرتك ان احنا محتاجين الميه تكون كويسه بالنسبه للذره بالذات تمام. فحضرتك يا ريت بالنسبه للتعاقدات انت عارف كده اللي انا اتكلمته كده بصراحه. لا حاضر يا حاج عاطف انا كلامك واضح شكرا لك. واحنا لما بنتكلم في حته ان احنا بنقول تركيب محصولي مرتبط كل ارض موجوده في مصر عارفين مشاكلها يعني في مناطق لازم تتزرع فيها الرز اجباري والزامي عشان احمي الارض من التمليح واحمي الارض من تداخل مياه البحر اللي هي سي ووتر انتروجن فانا بعمل هذا الكلام فاحنا عارفين الشريط. فنفس الكلام في الدوره الزراعيه اللي هتيجي هيبقى في مناطق معروفه هي زراعه القطن والعكس ان الاراضي الملحيه والاراضي الثقيله هي احسن اراضي تديني قطن. فاحنا عارفين الكلام ده فلن ننسى اي حاجه واحنا بنحط الخريطه لهذا الكلام وتعاقدات الانتاج لهذه الاراضي. احنا دورنا ان احنا بنحدد البذره او الصنف الملائم لهذه المناطق والتعاقدات دي هتبقى دي جزء مهم زي ما بقول يا حاج عاطف ان احنا محتاجين نظبط الكلام ده مع يعني انت عندك جمعيه من احسن ومن افضل الجمعيات جمعيه الجمعيه العامه للاصلاح الزراعيه اكثر جمعيه ارتباطا بفلاحينها والتزاما بالنظام والسيستم يعني شوف هو لسه بيقول احنا ملتزمين بالدوره الثلاثيه فهو ده النظام فهو بيبقى واخد حته ارض يقسمها على ثلاث قطع وكل قطعه بتاخد حاجه عشان يقدر يغطي احتياجاته. فاحنا مش هننسى كل هذا الكلام واحنا شايفين لان افضل دوره موجوده هي الدوره الزراعيه اللي موجوده بس مساحه الاصلاح اديته 780,000 فدان كل المساحات الموجوده في الاصلاح راح منهم 10% في المباني ففي حوالي مثلا 700,000 فدان فاحنا بنتكلم احنا محتاجين بقى نطلع ل 5.5 ل 6 مليون فدان يشتغل فيهم دوره زراعيه لان احنا عندنا في دورات زراعيه لمده 5 سنين اللي هي دوره القصب في الصعيد. فالامور دي كلها احنا كل المناطق يعني لما بنقول دوره زراعيه هنرتبط بالدوره الزراعيه باحتياجات تصنيع لازم المناطق اللي بتزرع فيها قصب والمناطق اللي بتزرع فيها بنجر سكر انا اعمل له دوره وتركيب ان هو عشان احتياجات المصانع. يعني انا الدوره دي مش موضوع سهل الموضوع عايش شغل كتير جدا ولكن لازم يبقى فيه شركاء وهم موجودين معانا وفلاحين موجودين معانا واحنا بنخطط للدوره والاقصر البدائل اللي هي ذات عائد اقتصادي للفلاح لازم تكون موجودة في الدورة. نعم هيتبقى لنا جزئية يعني المشروع بتاعنا كلنا بتاع كل المصريين وهو مليون فدان يا دكتور علي. ما تم في هذا المشروع وهل من حق كل فلاح مصري انه يشارك في هذا المشروع ولا الامور هتمشي ازاي؟ ده موضوع مهم. اعتقد مشروع المليون فدان هو بداية الاربعة مليون فدان. نعم. والدولة وسيادة الرئيس مهتم بهذا الموضوع والسيد الوزير وهم وصلوا لخطوات مهمة جدا في هذا الموضوع واحنا مطلوب ان احنا ننشئ شركات مساهمة سواء للفلاحين وده التعاونيات وده كان احد اسباب تغيير قانون التعاونيات ويمكن سيادة الرئيس قال لهم اتعاملتوا شركات اهو ابتدوا تعالوا اشتركوا معانا فكل واحد في مصر كل فلاح في مصر يقدر يشارك وبسهم وان تنشئ شركات مساهمة مصرية او جمعيات تعاونية كبيرة تقدر تاخد هذه المساحات وتستصلح ضمن المنظومه اللي هتتعمل. فكل واحد في مصر ممكن احنا بنتكلم في مصر الجديده المطلوب ان يتعمل بتعمل مباني ومرافق وخدمات ومدن جديده وبتقوم بها وزاره الاسكان وتقوم معانا وزاره الطرق بتعمل طرق فالمفروض ان المشروع يعني خلاص في المرحله بتاعه ان شاء الله يعلن عنها في عرب وقت هتحددوا الدولة يعني لكن كل أنا بدعو إن المصريين وبدعو الفلاحين من خلال جمعياتهم أن يؤسسوا شركاتهم من دلوقتي أو جمعيات أكبر لبلادهم وبأسمائهم يتجمعوا مع بعض ويدخلوا شركاء تنمية في استصلاح المليون فدان.
فده مفتوح لكل المصريين، لان الاساس هو كل اللي بيتعمل عشان مين؟ نعم، عشان المصريين. تمام. السياسه الزراعيه بقى يا فندم، في نهايه القول في المرحله القادمه ان شاء الله، حضرتك هترسمها لنا دلوقتي سريعا علشان كلنا نبقى حتى يعني مدركين ايه اللي بيتم دلوقتي تجهيزه للزراعه المصريه مستقبليا. يعني سيادتك لما تتكلمي على سياسه زراعيه بتتكلمي على سياسه ان يبقى في وضوح في 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 منتج مربوط بتسويقه، مرتبط بتصنيعه. يعني النهارده لما بتتكلمي في مشروع جديد في اراضي جديده، في مشروعات الاستصلاح، ده اكبر خطه بتشتغل فيها الدوله في الاراضي الجديده. وعندك خطه للاراضي القديمه، الاراضي القديمه مشروع تطوير الري الحقلي في 5 مليون فدان، وتقدر توفري منهم 5 مليون بتاع ده، يعني نص. لو انت طورت هذا الري هتوفري 10% من المساحه بنص مليون فدان اللي اتاخدت في الاراضي الزراعيه اتاكلت. بس محتاج ان دي جزء من سياسه، يبقى مشروع تطوير الري الحقلي ده هدف قومي واستراتيجي، احد بنود السياسه الزراعيه والاستراتيجيه. الجزء الثاني استصلاح المساحه الجديده وتوفير ميه، تقدري 10 مليار متر مكعب من هذه المساحات بعد التطوير تقدري تزرعي بها حوالي مساحه اخرى لارض جديده. يبقى دول محاور التسويق والتعاونيات، وان التعاونيات تبقى اكثر فعاليه. فانت تعملي تطوير القريه المصريه وربط هذا المزارع بالسوق سواء المحلي او الخارجي وتصنيع منتجه واضافه قيمه مضافه، دي كلها محاور كتير بتشتغل فيها الاستفاده من وحده الارض والميه. الاستفاده من وحده الارض والميه، تدوير المخلفات الزراعيه عشان ترفعي تقللي التلوث، تحسني مستوى معيشه الناس، القوانين ومجموعه القوانين والسياسات الخاصه بالتشريعات وتعديل قانون الزراعه بالكامل. اعتقد دي كل دي ملامح جديده بتتحرك فيها الدوله وبسرعه جدا، اسرع مما، لان ما عادش في وقت. نعم يعني صحيح. وبنتمنى ان شاء الله لكم التوفيق، وبنتمنى ان شاء الله ان يكون في هذا التعاون اللي بيتبني من اول وجديد تاني ما بين الوزاره والعاملين في الوزاره وكل الناس اللي بتشتغل على هذه القوانين الجديده، وما بين الفلاح المصري ان شاء الله، ويحصل هذا الدمج اللي بنتمناه كلنا. الفلاح يبقى منظومه حقيقيه، صانع وموجود في المشهد وموجود في الصوره، مش يعني بيتعب وبيشقى وفي الاخر ما حدش بيبص له ولا حد بيراعي حتى كمان هو محتاج ايه وعايز ايه. لا ان شاء الله هذا الدمج سيحدث حديثا باذن الله ان شاء الله، او قريبا ان شاء الله سنلمس هذا يعني التقدم وهذا التطور في العلاقه ما بين الفلاح وما بين الوزاره ومنظومه الزراعه باكملها. بشكرك دكتور علي اسماعيل، استاذ الاراضي والمياه بمركز البحوث الزراعيه ورئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعه. شكرا. انا دكتور. بشكرك وبشكر قناه مصر الزراعيه اللي اتاحت هذه الفرصه ان احنا نتحاور مع اخواننا الفلاحين. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله سنه 2015 هي سنة ان شاء الله سنة مباركة عليهم. بنقول لهم انتوا داخلين على مرحلة انتخابات، انتقم من يمثلكم بشكل جيد. نعم. انتقم من يمثلكم بشكل جيد. نعم. ولا يعني ما تمشوش ورا اي حد بيتكلم ولكن لا يفعل الا لمصلحته. صحيح. خلي اختارهم من يمثلكم بشكل جيد ان شاء الله. هذا نقطة مهمة جدا، لان ده احنا بنتكلم ان جاي مجلس النواب يمثل وطن، يمثل سياسات دولة، يبني دولة. ففرصة ان انا بكلم الفلاحين، لان احنا كلنا في الاخر مرتبطين بال 52% دولت من هذا الشعب بطريقة مباشرة. نعم صحيح. بشكرك يا دكتور علي، نورتنا يا فندم وشرفتنا. وهذه الرسالة الأخيرة الحقيقة هي رسالة في غاية الأهمية. مجلس النواب القادم سيمثلنا جميعا، مجلس النواب لابد أن نختاره بعناية وبدقة، صوت كل واحد فينا هيبقى طبعا هيفرق في هذا المجلس القادم. مشاهدينا الكرام، الأجواء بتزداد برودة، والحقيقة الرياح بتزداد يعني شراسة. ده إيه ده؟ إيه الحكاية دي؟ تغييرات مناخية. كل ما نيجي نسأل أي حد يقول لك إيه أصلها دي تغييرات مناخية، أصلها يعني ظروف طارئة. طب وملهاش حل؟ طب إحنا هنتعامل إزاي؟ هنواجه الأمور دي إزاي؟ والزراعة بتاعتنا إحنا هتواجه إزاي هذه الشراسة في الطقس؟ ده ملف مهم جدا. انتظرونا بعد الفاصل علشان لدينا كل ما هو جديد وما هو مفيد أيضا مشاهدينا الكرام.